هي أسعار الفواكه المجففة والمكسرات في الأسواق الجزائرية، أسعار مرتفعة فرضتها الأعباء الجمركية على المنتجات المستوردة منذ بداية السنة، لتتدخل وزارة التجارة بقرار إعفاء الرسم الإضافي المؤقت على كل أنواع الفواكه المجففة والمكسرات تحسباً لشهر رمضان. الإلغاء نهائي للرسم هذا باش يسمح للمستوردين باش يجيبوا هذه السلع قبل شهر رمضان بأسعار يعني ترجع كما قبل في متناول المواطنين. عجز السوق الوطنية عن توفير هذه المواد جعلها ضمن قائمة المنتجات المستوردة، فإلى أي مدى سيؤثر قرار إعفاء الرسم الإضافي المؤقت على خفض أسعارها خلال الشهر الفضيل؟ حسب المعلومات الآن اللي راهي تجينا من عند ممثلي أسواق الجملة للمواد الغذائية وأيضا من عند الموزعين اللي هم مكلفين بتسويق هذه المادة بالذات اللي هي الفواكه الجافة والمكسرات، كام راهم يأكدوا أن الأسعار تاعها مش راح تزيد، راح تنخفض نسبيا وخاصة ابتداء من الأسبوع الثاني تاع رمضان. السعر المرتفع للفواكه المجففة والمكسرات لم يمنع الأسر الجزائرية من اقتنائها، أمر وقفنا عليه في جولتنا بإحدى الأسواق الشعبية بالعاصمة. الزبيب قالنا كاين تاع 100,000، كاين تاع صديق وعنده شحال يعني اللي كاين تاع 140 هكذا، فهمتي شويه هكذا كنت تشروهم بلي يجي رمضان واحد صايم هكذاك تعرفي شبح السفره لازم ما نديش عمري للضغط نشري قيسي ودواء رمضان لازم الدواء بحاجه حلوه. من بعد واحد عندي السمانه الاولى عندي من الثانيه ما عنديش بنشري. مع بداية العد التنازلي لشهر رمضان باتت بورصة أسعار المواد الأكثر استهلاك هاجس المواطن في انتظار تفعيل آليات ضبط السوق لحماية قدرته الشرائية.